وباسم عمادتنا المجللة بالجمال ومن شغاف قلوب عامريها من موظفين وأساتذة وطلاب، نرحب بالضيوف الكرام ترحيبا يليق بمقام فرحتنا الغراء قائلين: أهلا وسهلا بكم في أروقة مستنصريتنا الشماء، أهلا بكم في عيدنا الأغر، احتفالا بعيد الغدير الأغر. والحقيقة ربما أستعير كلمة من الراحل الكبير الشيخ الوائلي عندما أشار إلى حقيقة واجهتني وتواجه أي شخص يتصدى لترجمة علي بن أبي طالب، فهذا الرجل من الصعوبة بمكان أن تتحدث عنه من أين تبدأ من أين تنتهي، ففي كل محطة من محطات حياته تستحق التوقف والتأمل وأخذ الدروس والعبر من هذه السيرة العطرة. ولكنني ربما أشير إلى ثلاث محطات يمكن أن نتحدث عنها في هذا اليوم العظيم. المحطة الأولى هي الجهاد في سبيل الله، فقد كان مجاهداً حقاً وكان أول المؤمنين بالرسالة والمبعث النبوي الشريف. والمحطة الثانية هي الصبر من أجل الوحدة، وهذه ربما الدرس الذي نحتاج أن نظهره ونوسع البحث فيه، فهذه المناسبة هي مناسبة للاحتفال ومناسبة لإعلان الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية بهذا اليوم الأغر. والمحطة الثالثة هو الثورة من أجل العدالة. علي بن أبي طالب عليه السلام كما يقول علي شريعتي رجل لا يعرف المصالح، لا يداري أحدا ولا يساوم عن الحق من أجل المصلحة، والسبب في ذلك أن روحه أو أن روحه لا تستوعب المصالح. هذه الروح روح تقوم على الحق والحقيقة المطلقة. نقول الحمد لله الذي جعل كمال الدين وتمام النعمة بخلافة أو بهذه البيعة لخلافة أمير المؤمنين عليه السلام. أبارك لكم هذه المناسبة وكل عام وأنتم بألف خير. أو اثنين في بعد محمد صلى الله عليه وآله اختصم اثنان، واحد يقول بأن فلان أفضل من علي، والآخر يقول بأن علي أفضل. وصلت الخصومة إلى طريق مسدود، المهم فاقترحوا أن يذهبوا إلى رجل ذمي، يروحون الواحد مو مسلم يقولون له أحكم بيناتنا منو الأفضل فلان لو علي، يجوا سولفوا له، قال لهم راح أجاوبكم ببيت شعر واحد تقبلون بحكمي، قال له لا طبعا احنا مختارينك وجايينك. قال لهم الحكم كالآتي: كم بين من شك في عقيدته وبين من قيل إنه الله. هذا حكم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، قصيدة من زمن الطاغية، انطيني وقت بين الرصاصات لحظة ما إجن يردن إعدامي، أشهد لا جريمة غير الأسلاف واشهد بالخليفة والحرامي. انطيني وقت بين الرصاصات لحظة ما إجن يردن إعدامي، أشهد لا جريمة غير الأسلاف واشهد بالخليفة والحرامي، واشهد يا سعر مشتري التاريخ واستعر السقوط شقد سامي، واشهد يا خليفة قبل الحسين كان يصيح أشياخي وعمامي. انطيني وقت قد رمشت العين أفك عيني وأشوف حسين ضامي، انطيني وقت قد لمعت السيف أسلم على الحسين يرد سلامي، وانطوني وقت في شد العيون وقبل وانطوني وقت في شد العيون وقبل إعدامي سمعني اتهامي، شيعي ورافضي ومغرم بالحسين وصنف دمي طلع حيدر إمامي.
هذا البرنامج الاستثنائي بذكرى الغدير الذي تزامن مع قرار مجلس النواب باعتبار يوم عيد الغدير عطلة رسمية انطلاقاً من تعظيم الشعائر، باعتبار أن عيد الغدير هو عيد الله الأكبر، وأن العراق هو عراق بلد المقدسات، وفيه أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت. لذلك هذا العام شهد العراق احتفاءً متميزاً على كافة المستويات الشعبية والرسمية، وما نراه اليوم من مبادرة الجامعة المستنصرية إن شاء الله باكورة هذا العمل ليكون في الأعوام القادمة على مستويات أعلى لمراجعة عيد الغدير والدروس التي يجب أن نستقيها من هذا العيد الأكبر. وقد تطرق المتحدثون قبلي لهذه الدروس المهمة، وأنا لا أطيل عليكم وأختصر بجانبين مهمين الذي يجب أن نستفيد من هذا اليوم. الدرس الأول والمهم هو التركيز على وحدة محبي الغدير. من يدعي الولاية والغدير عليه أن يكون محباً لأتباع الغدير داخلياً وخارجياً. لا يكتمل هذا الحب والولاء والادعاء إذا لم يكن محباً لبقية أتباع أهل البيت عليهم السلام. أبوك علي مزروعة شجرة الطيب، تيارك مثال وشجرة الأبطال. رسالتنا علي الإنسان أبو الإحساس، ورضعنا محبتك ويرنة الخلخال. بايعناك حيدر وانت أبو الأيتام، وساس البيعة عندنا الفعل مو شقوال. ارتبطنا ببيعتك مثل ارتباط الموت، ويبطال المشانق من تشدها حبال. ما عفنا علي وشاهد مقابر ذيج، عدد مو سهل أصلا ما يمر على البال. هنا لعابة طاحت غاد دعبلات، هنا شيلة عجوز وذاك شوف عقال. طفل حتى ختان الهسه ما مختون، يصعد عم مشالق لجل حب الآل. ومنعوفك علي لو ميتلف تفجير، ولو هاي الرؤوس من الرقب تنشال. عيد الله الأكبر بدعة بن خبريط وتذكرك المذاهبنا الإسلامية. علي وحدنا كنا من الألف للياء، مصدر وحدة للأمة العراقية. علي يحب الجنوب وشعب كردستان، وتحلف بي علي المنطقة الغربية. ولأن حيدر علي وحدنا بالأزمات، ما ترضى بغديرة الفئة البعثية.